السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، نكمل محاضراتنا فيما يخص مادة الغاز دايناميك. اليوم راح نبدأ محاضرتنا بالسكشن 17.3 One Dimensional Asynthropic Flow. اليوم راح نبدأ أول يعني تحليل العملية الجريان بشكل أحادي. During fluid flow through many devices such as a nozzle, diffuser and turbine blade passage, flow quantities vary primarily in the flow direction only, and the flow can be approximated as one-dimensional isentropic flow with good accuracy. Therefore, it merits special consideration before presenting a formal discussion of one-dimensional isentropic flow. We illustrate some important aspects of it with an example. جريان بالأحاد البعد يمكن أن نشوفه بالنوزل، بالديفيوزر، بالتوربين بليد باسج، ممرات ممرات الألواح التوربينية أو الريش التوربينية. هنا الفلو، كمية الجريان تتغير حسب المقطع، العفو مو كمية الجريان وإنما خواص الجريان تتغير حسب المقطع. هنا التحليل الأحاد البعد يعني يعطي مرات نقول احنا نتائج دقيقة نوعا ما. لذلك راح نبدي تحليلنا بالمثال الآتي اللي أمامكم. كربون دايوكسيد، ثاني أكسيد الكربون، flow steady through a varying cross-sectional area duct such as a nozzle shown in fig 17-12 اللي جاي تشوفونه قدامكم. هنا عندنا at a mass flow rate of 3 kg per second the carbon dioxide enters the duct at pressure of 1400 كيلو باسكال and 200 درجة سيليزية. هذه هنا منطقة ومنطقة منطقة ملاحظة stagnation region، يعني هاي منطقة هنا كان بها الكربون دايوكسيد غير متحرك، stagnation ساكن، with a low velocity and it is expand in a nozzle to a pressure of 200 كيلو باسكال. The duct is designed so that flow can approximated is isentropic. نرجع هنا isentropic. الايسنتروبيك يعني عملية الدلتا اس بها عملية عكسية. خلنا صلح الخاف واحد، عملية عكسية isentropic اللي بها الدلتا اس يساوينا صفر. العملية العكسية هي اللي يكون بها الدلتا اس يساوينا صفر. الانتروبي، تغير الانتروبي يكون صفر. Determine the density, velocity, flow area and Mach number at each location along the duct that correspond to the pressure drop of 200 كيلو باسكال. شنو هذا السؤال؟ السؤال هاي المواصفات، طبعا السؤال هذا كلش مهم، بداية يعني سؤال بسيط للبداية بعملية تحليل الجريان بداخل النوزل. عندنا هنا stagnation properties، عندنا الام دوت، هنا الضغط 1400، هنا 1000، هنا 797، وهنا 200. طبعا اكيد الجريان راح يتم من الضغط العالي الى الضغط الواطئ. هنا نريد مواصفات المائع، مواصفات الجريان من design properties flow approximation determine the density, velocity, flow area and Mach number بكل موقع من ذلك المواقع. نجي للسؤال. اول مسألة او اول ملاحظة ننتهم بها هي مطينا الستاجنيشن بروبرتيز اللي هي تي نوت تساوينا تي 1 تساوينا 200، بي نوت تساوينا بي 1 تساوينا 400، لانه نرجع نقول بانه هن ذني وسائل الانتقال الثابتات خلال الايسنتروبيك فلو. تقول استري ذا سوليوشن بروسيجر، نرجع للعلاقة تي تساوينا تي نوت بي اوفر بي نوت كي ماينس 1 اوفر كي، ويساوي لنا هنا عندي التي نوت موجودة، البي اللي انا احتاج ان احسب بها التي موجوده، بي نوت هم موجوده كذلك، لذلك اقدر شنو؟ اقدر احسب التي بهذا الموقع. نجي هنا انا وين الموقع؟ الموقع مطينا 1200 الف او 1200، هنا انا ابدا بالبدايه 1400 اللي هي تي نوت، ال 1200 وكذلك الالف، هذه العلاقه حسبت بها، طلعت عندي درجة الحرارة، من درجة الحرارة أقدر أحسب الـ V، طلعت عندي الـ V، الـ density عند الـ B والـ V، الـ T والـ V صارت عندي، والـ B موجودة طلعت الـ Rho، كذلك أقدر أحسب النوب
الام دوت موجوده عندي، اقدر احسب الاي، احسب السي، حسبت الماخ نمبر. هاي وين؟ عدل ضغط 1200 كيلو باسكال. هذه العلاقات اللي جاي تشوفوها امامكم، هاي طبعا هنا لانه عندنا كربون استخدمنا هاي العلاقه، راح نسوي تيبل ان شاء الله يعني انطيكم اياه. التيبل هذا خاص بالهواء، يعني بعد ما نقدر ما نرجع للعلاقه هذه، لا مباشره من التيبل نقدر نوجد الباقي الخواص فقط للهواء، فقط للهواء. اذا اجانا بالسؤال غير الهواء لا نستخدم العلاقات. هنا سووا هذا هو التيبل بال 1400، هاي المواصفات 1200، هذين المواصفات حسب العلاقات اللي موجوده بالالف، هاي المواصفات بال 800، هاي المواصفات 767 مخلي عليها ستار. ليش؟ لانه هذا الضغط، هذا الضغط يعطيني ماخ نمبر مقداره واحد. عندما يكون قيمه الماخ نمبر مقداره واحد، فان المواصفات او البروبرتيز نسميها كريتيكال بروبرتيز، كريتيكال بروبرتيز، ونرمز لها بالرمز سوبر ستار، سوبر ستار. هذه المعلومات يجب ان نفهمها بالماده الغاز ديناميك. وطبعا هذا هو الرسم الفلو دايركشن، وهي هي المواصفات بال 1400 1200 1800 600 400 200. ارجو ان هذا السؤال تهتمون به جدا وتفهمونه حتى نقدر نفهم باقي المسائل. هسه نجي نوب المن ال variation of fluid velocity with flow area. It is clear from example 17.3 that the coupling among the velocity, density and flow area for a centrifugal duct flow area rather complex. In the remainder of this section we investigate this coupling more thoroughly and we develop relation for the variation of static to stagnation property. ستاتيك، سواء راح نرتب علاقه تربط بين الستاتيك والستاجنيشن بروبرتي ريشيو وذ ماخ نمبر، حسب الماخ نمبر. فور بريشر تمبريتشر اند دنسيتي وي بيجن اور انفستيجيشن باي سيكينج ريليشن شيب ابونج ذا امونج ذا بريشر تمبريتشر دنسيتي فيلوسيتي فلو اريا اند ماخ نمبر. فور وان دايمنشن اسيدروبيك فلو كونسيدر ذا ماس بالانس فور ستيدي فلو بروسيس. عندنا احنا هنا الام دوت تساوي نرو اي في تساوي كونستانت، نشتقها ديفرنشال اند ديفايدنج ذا ريزلتنج كوانتيتي باي ذا ماس فلو ريت وي اوبتين دي رو اوفر رو. بما انه هاي كونستانت اذا اشتقاقها هو يساوي لنا صفر، لذلك اذا اشتقيناها ايش راح يصير؟ راح يصير الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة العفو الرو نشتقها، الاي نشتقها، والفي نشتقها، ونقسم عليه نقسم على الام دوت، راح يصير عندنا هاي العلاقه، لانه الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني الاول في مشتقه العفو الاول في مشتق، يعني اشتق واحد من عندهم والباقي تصير كونستانت، لانه الثلاثة ترجع يتغيرا ونقسم على الرو في اي، فراح يطلع لنا هاي العلاقه. ارجو ان تكون واضحه هاي الملاحظه. عندنا ثلاث متغيرات نريد اشتقاقهم، اثنين نعتبر كونستانت ونشتق الاول النوب، زائدا الاشتقاق الثاني والاول والثالث يصير كونستانت، ووراها نقسم على اليمن نقسم على الام دوت اللي هي رو في اي، راح تطلع لنا هاي العلاقه. Neglecting the potential energy, the energy balance for the isentropic flow with no work as interaction can be expressed in differential form dV over rho زائد vdV يساوي لنا صفر. This relation is also a differential for Bernoulli equation. When change in potential energy and neglecting with is form of conservation of momentum principle for steady flow control volume combining 17.3 و17.4 راح يصير عندنا هاي العلاقة. هاي العلاقة هي dA over A dB over rho 1 على v تربيع ناقصا d rho over dB. rearranging equation 17.9 as partial b على partial rho على partial b يساوي لنا 1 على c تربيع. answer to equation 17.5 yield dA over
A يساوي أن dP over rho في تربيع 1 ناقصا MA تربيع. طبعا هنا conservation of energy هاي مطلق إياه هنا عن العلاقة وقال لك شلون صارت العلاقة اللي وصلناها هذه. طبعا هذه العلاقات جدا مهمة وهم نرجع هذين العلاقات باللون المغاير هذين كلش مهمات. This is an important relation for isentropic flow. هاي العلاقة هي جدا مهمة للأسنتروبيك فلو. Induct science describes the variation of pressure with flow area. تربط بين من؟ تربط بين البرجر والتغير بالمساحة. We note that A, rho and V are positive quantities for subsonic flow. ماخ أقل من واحد. In term واحد ناقصا M A تربيع is positive. And thus dA and dB must be have the same sign, that is the pressure of fluid must increase as the flow area of the duct increase and must decrease as the flow area of the duct decreases. Those at subsonic velocity, the pressure decrease in converging duct subsonic nozzles and increase in diverging duct subsonic diffuser. In supersonic flow, Mach number أكبر من واحد. The term 1 minus MA تربيع is negative and those dA and dB must have opposite sign, that is the pressure of the fluid must increase. بس هاي الملاحظة شوي نهتم بيها بحالة السوبرسونيك. بحالة السوبرسونيك بعض المفاهيم يجب أن تتغير. مثلا احنا عندنا مثلا ضغط بالسوبرسونيك العفو بالسوبسونيك الضغط يقل مع المساحة، بس بالسوبرسونيك لا، راح يكون عندنا the pressure of fluid must increase as the flow area of the duct decreases and must decreases as the flow area of the duct increases. يعني عكس السوبرسونيك. Those at supersonic velocities, the pressure decreases in diverging duct supersonic nozzles and increases in convergent duct supersonic diffuser. Another important relation for the isentropic flow of fluid is obtained by substituting rho v يساوي ناقصا dv over dv from equation 17.4 into 17.6. هاي العلاقة هم العلاقة مهمة اللي هي تربط بين السرعة والمساحة، التغير بالسرعة والتغير بالمساحة. This equation governs the shape of nozzle or diffuser subsonic or supersonic isentropic flow. Noting that A and V are positive quantities, we conclude the following. طبعا العلاقات كلش مهمة فهمهن. For subsonic Mach number أقل من واحد. dA over dV أقل من صفر. For supersonic Mach number أكبر من واحد. dA over dV أكبر من صفر. For subsonic for sonic flow ماخ نمبر يساوينا 1 dA over dB يساوينا 0 ومطيك الشكل هنا. Though the proper shape of nozzle depends on the highest velocity desired relative to the sonic velocity, to accelerate a fluid we must use a converging nozzle at supersonic at subsonic velocities and diverging nozzle at supersonic velocities. The velocities encountered in most familiar application are well below the sonic velocity, and those it is natural that we visualize a nozzle as a converging duct. However, the highest velocity we can achieve by a converging nozzle is the sonic velocity which occurs at the exit of the nozzle. هنا الملاحظة اللي جايطينا اياها T-not لما نخليها تمر بconverging nozzle، فبهاي اكو critical area هنا تكون الماخ نمبر يساوي لنا واحد. بعد converging nozzle طبعا هنا هاي هي الماخ نمبر الاريا اقل من واحد، هذه هي الماخ نمبر B اللي هي تخلي لي العفو الماخ نمبر يعني منطقة المساحة راح تزداد velocity الى ان يوصل الماخ نمبر يساوي سرعة الصوت، لذلك الماخ نمبر راح يساوي لنا واحد. If we extend the convergent nozzle by further decreasing the flow area in the hope of accelerating the fluid to supersonic velocities
as shown in figure 17-16. We are up for this approximate. Now the sonic velocity we occur at the exit of the converging extension instead of the exit of the original nozzle. And the mass flow rate through the nozzle will decrease because of the reducing exit area. Based equation 17-16, which is an expression of the converging of mass and energy principle, we must add a diverging section to the convergent nozzle to accelerate a fluid to supersonic velocity. The result is converging diverging nozzle. هسه النوب هسه هذا الconverging النوب راح نسوي خلي شكل آخر اللي هو converging diverging nozzle. The result of the converging diverging, the fluid first passes through supersonic, subsonic. بالبداية راح يكون يمر خلال ال subsonic converging section where the Mach number increases as the flow area of the nozzle decreases and then reaches the value of unity. Mach number يساوي لنا واحد at a nozzle throat. المكان اللي يكون بيه Mach number واحد Mach number يساوي لنا واحد هذه يصبح لها critical area أو يصبح لها throat العنق. The fluid continues to accelerate as it passes through the supersonic divergent. وراها لما نخلي converging نخلي diverging الشيء اللي ظاهره راح تكون بأنه تستمر الزيادة بالسرعة. The fluid continues to accelerate it passes through the supersonic diverging section. Noting that M dot sound rho AV for steady flow, we see that a large decrease in density makes acceleration in the diverging section possible. بسبب من؟ بسبب a decrease in density. An example of this type of flow in the flow hot combustion gases. Hot combustion gases through a nozzle. من هذه الظواهر أو من هذه التطبيقات هي احتراق الغازات بغرفة الاحتراق through a nozzle in a gas turbine. The opposite process occurs in the engine inlet of a supersonic aircraft. The fluid is decelerated by passing it first through a supersonic diffuser which has a flow area that decreases in the flow direction. Ideally the flow reaches a Mach number of unity at the diffuser throat. The fluid is further. هذا هو Mach number أقل من واحد. خلينا نجي هنا شوية نفهم عندما تكون ظروف الجريان Mach number أقل من واحد. هاي المواصفات طبعا هذا شنو converging هذا diverging. Mach number أقل من واحد. ال B decrease ال V increase ال Mach number increase ال D ال T decrease وال density decrease. لما يكون Mach number أقل من واحد ويطب بdivergent مو convergent divergent nozzle هاي المواصفات اللي راح تكون هاي العفو هذا البيهيفير مال المواصفات. هذا طبعا شنو هذا subsonic لأنه Mach number أقل من واحد. إذا لا supersonic دخل بيمن العفو converging nozzle وهذا diverging nozzle. شوف المواصفات شو راح تكون كما موضحة أمامكم. أرجو أن تقول الملاحظة أو تقروها بشكل دقيق للمواصفات لأنه هذه راح تكون أساس شغلنا وأساس عملنا واللي راح يفهمها راح يكون العفو راح يفهم عمل الغاز دايناميك الأسنتروبيك فلو. طبعا أسنتروبيك فلو بروبرتي ريليشن فور أسنتروبيك فلو فور أوف أيديال غاز. هسه راح نتعامل نوب العلاقات اللي موجودة. العلاقة الأولى اللي هاي موجودة هنا تي نوت تساوي تي في تربيع على 2 سي بي و T نوت على T يساوي 1 زائد V تربيع على 2 CBT. Noting that CB يساوي KR على K minus 1 C تربيع يساوي KRT and Mach number يساوي V over C. نعوضهن صير V تربيع على 2 CBT يساوي لنا K minus 1 على 2 Mach تربيع. طبعا K قلنا مرات الكتب نسميها جاما اللي هي العفو تمثل كي تمثل مواصفات المائع 1.4 قيمتها للهواء وتختلف بباقي الغازات. العلاقة الأولى اللي اشتقيناها
هاي المهمة مهمة اشتقاقها جدا، لأنها راح تكون أساس علاقاتنا. تي نوت أوفر تي ساوينا يعني معناها الاستاجنيشن بروبرتيز إلى الستاتيك بروبرتيز للتمبرتشر يساوينا واحد زائدا العلاقة بمن ربطناها، ربطناها بالماخ نمبر وبالكي. كذلك العلاقة الأخرى اللي راح تصير بي نوت أوفر بي والرو نوت أوفر رو، ذن العلاقات مهمات جدا فهمهن وكذلك حفظهن لباقي الغازات إذا نحتاج غير الهواء. طبعا إذا استخدمنا الهواء فنقدر نستخدم العلاقة أو نستخدم التيبل، وإذا استخدمنا باقي الغازات راح يكون لابد أن نستخدم العلاقات هذه. طبعا هنا بي نوت أوفر بي ورونت أوفر The properties of fluid location at Mach number as unity throughout. هاي شوية هنا critical properties. هنا بالجريان ال convergent divergent nozzle أكو مساحة على throat اللي هي العنق اللي تكون بها الماخ نمبر يساوي لنا واحد. بالماخ نمبر واحد تكون عندنا الماخ نمبر رقم واحد البروبرتيز نسميها تي سوبر ستار، بروبرتيز سوبر ستار راح تكون هاي العلاقات بمن تربط الكريتيكال بروبرتيز وهي الاستاجنيشن بروبرتيز. هم كذلك اشتقاقاتها مطلوبه، وطبعا هي شنو اشتقاقاتها هذه هنا ماخ نمبر هنا نعوض قيمتها واحد فراح تكون عندنا الرو هنا رو ستار، بعد الماخ نمبر هنا واحد تكون عندنا البي يساوينا بي ستار، اقلبها راح ترجع تطلع العلاقه اللي الموجوده بالاسفل. التيبل اللي موجود عندنا طبعا اكو بعد شنو هاي العلاقه هماتين العلاقات التعويضهن والكي يساوي لنا سوبر هيت ستيم. خلينا نجي هنا شوي هاي مهمه هذا التيبل سوبر هيت ستيم الكي يساوي لنا 1.3 الهوت برودكت اوف كومبشن الكي يساوي لنا 1.33 الهواء 1.4 مونومتروك غازز 1.667. اذا ارجع الكلام عيده راح نستخدم تيبلز حتى نختصر الوقت بايجاد المواصفات المائع. اذا استخدمنا هواء فانت حر باستخدام العلاقات اللي شفناها قبل شويه او استخدام التيبلز. باقي الغازات يعني مثلا السوبر ستيم او هوت برودكت او مونومتروك غازز لا انت واجب عليك ان تستخدم العلاقات اللي موجوده بالاعلى حتى توجد مواصفات المائع. نعطينا هنا سؤال calculate the critical pressure and temperature of carbon dioxide for the flow condition described in examples بعطى ايش ثلاثه. طبعا هنا انا اريد الكريتيكال بروبرتيز. سؤال بسيط جدا العلاقه اللي تربط بين الستاتيك طبعا احنا الموجوده هنا عندنا البي نوت والتي نوت. هنا اريد المواصفات لما يكون ماخ نمبر رقم واحد عندنا العلاقه موجوده بين تي نوت الى تي تي ستار الى تي نوت تساوي 2 على كي زائد 1 طلعت عندنا النسبه منها طبعا تضرب التي ستار التي نوت بهاي النسبه راح يطلع لك عندك تي ستار والبي ستار هم كذلك اللي هن جاي يشوفون بهذا اللون يعني 413 797 كيلو باسكال ذني هن اللي خلى الماخ نمبر يساوي لنا قيمته 1. اسنتروبيك فلو ثرو انوزل هذا عندنا نوزل وهي عندنا المواصفات اللي موجوده. كونفرجينج consider a converging diverging nozzle are found in many engineering applications including steam and gas turbine aircraft and spacecraft propulsion system. طبعا هذه تطبيقات جدا مهمه وين جاي هذا الكلام اللي جاي نسولفه وجاي نحكي وجاي نحلله وندرسه وين موجود وهي تطبيقات موجود بتطبيقات هندسيه عديده steam and gas turbine aircraft طائرات spacecraft طائرات الفضاء and even industrial blasting nozzle and total nozzles. In this section we consider the effect of back pressure. اريد ندرس هنا الباك بريشر هذا يعني هذا الضغط شلون جاي ياثر على مواصفات المائع.
لانه من خلال نقدر نتحكم بمن نتحكم بالبروبرتيز مال الماء بداخل هذا النوزل. اولا converging nozzle, consider a subsonic flow through a converging nozzle as shown in figure 17-20. جاي شوفوا هذا اللي هو بالاعلى هذا. The nozzle inlet is attached to a reservoir at pressure BR and temperature TR. هذني هن مواصفات اللي متصل بيهن. The reservoir is sufficiently large so that the nozzle inlet velocity is negligible. هنا هذا حجمه كبير نقدر نعتبر بأنه سرعة مالته صفر, يعني stagnation properties. Is approximate is anisotropic. The stagnation pressure and stagnation temperature of the fluid at any cross section through the nozzle are equal to the reservoir pressure and temperature respectively. هاي جاي شوفونه المواصفات اللي موجودة. Now we began to reduce the back pressure. بدينا نقلل الضغط الخلفي. And observe the resulting effect of on the pressure distribution along the length of the nozzle, as shown in figure 17-20. If the back pressure B back is equal to B1, which is equal to B room, there are no flow. نجي لهنا. بدينا نقلل البي باك. اذا البي باك يساوي لنا البي نوت, هذا هو الخط الاول اللي مثلنا نو فلو. اذا البي باك اكبر من البي ستار, هذا هو الجريان الجريان هنا يكون. اذا البي باك يساوي لنا البي ستار, فهذا اللي هو البي اوفر بي نوت. اذا البي باك اقل من البي ستار, راح نوصل لمن لوست اكزيت بريشر. إذا البي باك يساوي لنا صفر, هذا شو راح يكون؟ طبعا البي باك له تأثير جدا عالي, تأثير على نوع الجريان هنا. Equal to B room, there is no flow. Like pressure distribution uniform along the nozzle. When the back pressure is produced to B2, the exit plane pressure BE also drop to B2. This causes a pressure along the nozzle decrease in the flow direction. When the back pressure is produced to B3, ساونا B star, which is the pressure required to increase the fluid velocity to the speed of sound at the exit plane or throat. يعني معناها من توصل ال B3 ساونا B star اللي هو الباك pressure, راح يضطر أن يسارع إلى أن يوصل المن إلى أن يوصل الماكسيمم, reach maximum of value of flow is said to be choked, مختنق. Further reduction of the back pressure to level B4 or below does not result in any additional change in the pressure distribution or anything else along the nozzle length. هذه العبارة كلش مهمة. يعني احنا نوصل الباك براجر الى حد معين اللي هو البي ساونا بي ستار, راح يسرع لنا الجريان بحيث يوصل للماخ نمبر مقداره واحد. بعدها اي نزول بالباك براجر ما راح يأثر على اليمن, يأثر على الجريان بداخل النوزل هذا. Under steady flow condition, the mass flow through the nozzle is constant and can be expressed m dot sine rho AV, work like m dot solving for T from equation 17-18 and for B from equation 17-19 and substituting m dot ساوينا AM ماخ B نوت تحت الجذر K over RT نوت 1 زائدا K ناقص 1 أمد أي تربيع على 2 كي زائد 1 على 2 كي ناقص 1. Those the mass flow rate of particular fluid through the nozzle is a function of stagnation properties of the fluid, the flow area and the Mach number. Equation 17-24 is valid at any cross-sectional section and those M dot can be evaluated at any location along the length of the nozzle for a specific flow area and stagnation properties T not and B not. The maximum mass flow rate can be determined by differentiating equation 17-24 with respect to Mach number. Acidic result equal to 0, it yield Mach يساوي لنا 1. Science, the only location in the nozzle where the Mach number can be unity is the location of minimum flow area, the throat.
معناها بأنه إذا هذا اشتقيناها وسويناها للصفر فراح نقدر نحصل على العلاقة اللي هي M dot تساوي لنا ماكسيموم. هذه العلاقة هم علاقة جدا مهمة اللي هي أعلى ماس فلوريد تساوي لنا تشوك، وهذا هو M dot max هنا. وهنا شلون جاي بدي ينزل، طبعا هنا رقم واحد لمن البينوت البي باك يساوي لنا البينوت، لمن تقل البي باك يبدي الى ان يوصل مرحله البي باك يساوي لنا بي ستار، وراها يوصل بعد الام دوت ماكس ما يتغير تبقى ثابته على 3 و4 و5. هذا هسه فهمنا او العفو تاثير البي باك بي باك برجر. البي باك يساوي لنا البي اكزيت يساوي لنا بي باك، يعني معناها البي باك اكبر من البي ستار فالجريان يكون طبيعي. اذا البي باك اقل من البي ستار هنا شويه مهمه، اذا البي اكزيت يساوي لنا البي باك والبي باك اكبر من البي ستار، اذا هالعمليه ما عندنا تشوك، ما وصل ماخ نمبر يساوي لنا واحد، جريان عادي. اذا البي باك ساوي لنا البي ستار والبي باك اقل من البي ستار او اقل من البي ستار، يعني معناها عندنا العمليه يصير بها تشوك، يعني جريان جاي يصير به خنق والماخ نمبر جاي يوصل لواحد. اي اوفر اي ستار العلاقه اللي تربط الاي اوفر اي ستار اللي هي الاي ستار معناها المساحه اللي تخلي لي الماخ نمبر يساوي لنا واحد، راح تكون العلاقه الخاصه بها هذه. هذا هو الماخ نمبر يساوي لنا واحد، والماخ نمبر بالثروت يكون اقل، العفو الماخ نمبر اقل من واحد. هذا هو البي ثروت الى بي نوت، إذا متساوي يعني قيمته واحد فهذا الجريان. إذا البي ثروت تساوي بي ستار فراح تكون عندنا هذا هو الجريان، انكريز ان بي نوت ديكريز ان تي نوت، اربط بي نوت و تي نوت، ديكريز ان بي نوت و تي نوت. Another parameter sometimes used in the analysis of one-dimensional isentropic flow or ideal gas is Mach number star, which is the ratio of the local velocity to the speed of sound at the throat. Mach number هو معناها V, speed of sound at the throat إلى سرعة الماع بالضبط. It can also be expressed as Mach number يساوي V over C في C over C star، يعني معناها Mach number في C على C star. ويساوي لنا ماخ نمبر تحت الجذر تي اوفر تي ستار، وتقدر تعوض عن التي ستار بالعلاقه مالتها تطلع عندك الماخ نمبر ستار اللي موجوده امامنا. هنا الماخ نمبر 0.9 الماخ نمبر الام ستار، خلينا نفهمها هاي الماخ ستار هي معناها سرعه ال which is the ratio of local velocity to the speed of sound at the throat. بس الفروت شبيه هاي اللي تخلي لي الماخ نمبر يساوي لنا واحد. نحل السؤال هذا effect of back pressure on mass flow rate. شوف تأثيره at 1 ميجا باسكال عن 600 درجة سيليزية enters a converging nozzle shown in figure 17-24. هذا هو الشكل. With a velocity of 150 متر بالثانية. Determine the mass flow rate through the nozzle for a nozzle throat area of 50 سنتيمتر مربع when the back pressure is 0.7 ميجا باسكال and 0.4 ميجا باسكال. نجي لهنا منطينا هنا الاي throat 50 ومنطينا هاي المواصفات. هاي هي solution وهاي assumption is ideal gas. assumption اللي نعتبر الهواء through the nozzle steady one dimensional and isentropic. مواصفات السي بي الكي موجودات عندنا. نجي لهنا we use the subscript i and t to represent the properties of the nozzle inlet and the throat respectively the stagnation temperature and the pressure at the nozzle inlet determined from equation 17-4 t not over i يساوي تي اي اللي هو الانلت في اي تربيع على 2 سي بي 873. طلعت لنا عندنا شنو التي نوت اي البي نوت اي هم كذلك
موجودة، لأنه هنا منطق يا هو ما منطق هنا شو انتبه، هنا ما منطق منطق البي نوت ما قال لك بأنه هو فرام ريست، منطق فد مواصفاته. إذن هاي المواصفات هنا بما أنه ما مشير لك بأنه هو من مثلا من حيز كبير أو مثلا يعتبر السرعة صفر، وهنا منطق قيمة السرعة، يعني معناها هاي المواصفات شوية كنا به، هاي المواصفات هي الستاتيك بروبرتيز وليست ستاغنيشن. لذلك بما انه عندنا الستاتيك بروبرتيز استخرجنا الستاغنيشن بروبرتيز، هاي الملاحظه الاولى بالحل. وجدنا الستاغنيشن، الستاغنيشن بروبرتيز اللي هي منطقيها هنا، لانه هي يعني الستاغنيشن بروبرتيز هي وسيله النقل. هسه هنا ذا باك بريجر ريشيو اي for this case is b back over b not يساوي 0.7 اللي مطينا اياها على 1.045 يساوي 0.7 which is greater than the critical ratio. ها نرجع لمن بال، اذا نوجد العلاقه b star الى b not، b star b not عندنا موجوده وb star العلاقه موجوده، هذه عندنا العلاقه تربطها، طلعناها b star الى b not يساوي 0.528. اذا طلعت البي نوت اذا طلعت البي ستار الى بي نوت اكبر من هاي العلاقه، اذا هذا البي باك ما يوصل لي، يعني هذا البرجر الخلفي ما جاي يوصل الماخ نمبر يساوي لنا 1. اذا كانت اقل لا، يعني معناها لذلك من هنا طلعت لنا 0.67، اذا معناها هذا البي باك هو اعلى، العفو ما يسوي لي تشوك هيك، خلينا نفهمها which is greater than the critical pressure ratio اللي هو هاي 0.5. Thus the exit plane pressure or throat pressure B throat is equal to the back pressure in this case that B throat يساوينا B back يساوينا 0.7 و B throat يساوينا B not يساوينا 0.67، ونستخرج العلاقات الأخرى اللي منطنيها بعد احنا عرفنا ما طول عرفنا انتهت. هسه نجي لمن الحالة الثانية لما البي باك سوي طلعت 0.3، إذن هي أقل من 0.5، إذن معناها هنا الماخ نمبر راح يكون ستار، الماخ نمبر راح يصير عندنا تشوك، راح يصير عندنا الام دوت هي الماكس، ولذلك راح يصير عندنا which is less than critical pressure ratio 0.5283 therefore sonic condition exist at the exit plane throat of the nozzle and Mach number is 1. The flow is choked in this case and mass flow through the nozzle can be calculated ideal from the equation m تساوي a star. هذا طبعا السؤال كلش مهم نفهمه ونعرفه. هسه converging through gas through converging nozzle نطلع المواصفات T not B not Mach number، يعني معناها شنو؟ معناها هذه هي الستاتيك بروبرتيز. ايش قايل هنا بالسؤال؟ نيتروجين انترز الدكت وذ فارينج فلو ايريا ات تي 1 يساوي 400 كلفن بي 1 اند ماخ نمبر اسيومينج ستدي ايسنتروبيك ديتيرمنت تي 2 بي 2 اند ام اي 2 ات لوكيشن وير ذا فلو ايريا هاز بين ريديوسد باي 20%. من هنا استخرجنا طبعا هنا الماخ نمبر موجود عندنا، نقدر نطلع الـ A الى A ستار، التي نوت التي 1 الى تي نوت، البي 1 الى بي نوت. نسبة الـ area with percent flow rate يعني معناها الـ A2 تساوي 0.8 A1 and A2 الى A ستار تساوي A2 الى A1 في A1 الى A ستار، يعني 0.8 في 2.0351. For this value A2 from table A3 طبعا هذا هنا table خاص بالنيتروجين، we read T2 إلى T0 يساوي 0.9701 B2 إلى B1 يساوي 0.8. هذا المثال ما راح نحله نعيفه لأنه table هذا ما متعرفين عليه، راح نشوف هنا السؤال يخص الهواء converging diverging nozzle. طبعا converging diverging nozzle هنا أنا هو هذا مثل ما تشوفونه، هذا هو الشكل converging diverging nozzle.
هنا والبي نوت اكبر من البي باك اكبر من البي كونديشن، هم مثل ما تعلمناها اذا البي باك سوينا بي كومبوزيشن راح يكون عندنا بيكمز بي ستار وريكول بي ستار. هذا هو الكونفرجنج دايفرجنج نوزل، وهذه هي يعتمد جدا على البي اكزيت. اذا كانت البي اكزيت هي تساوي لنا البي ستار مثل ما اخذناها، اذا معناها العفو البي باك يكون اهم شيء بانه نعرف البي باك هاي تحقق الثروت او لا. وهذه هي المواصفات اللي العفو منطينا اياها. هنا اكو فد مساله مهمه جدا خلينا ندرسها او خلينا نكتفي بهذا اللي هنا كونفرجنج دايفرجنج نوزل. ان شاء الله عن قريب اعطيكم المحاضره اللي خاصه بهذا الموضوع حتى لا نطيل عليكم الموضوع. اشكر استماعكم، بالتوفيق ان شاء الله.